تجمعت عشيرة العواودة في محافظة بابل ووجهوا رسالة إلى مقتدى الصدر طالبوا بها إبداء موقف منه بخصوص ما تعرض له النائب السابق عواد العوادي من تهجم على بيته من قبل أنصار التيار الصدري. هي مجموعة صور، دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام. هذا النائب عواد العوادي، هذه صورة التقطت له وهو ينتظر إذن الدخول لمقابلة مقتدى الصدر، كما تلاحظون أحد الحراس. ليلة الخميس، ليلة العاشر من شهر رمضان المبارك، إلا حدثا قاسيا وتصرفا لا مسوغ له، وصدرت كلمات من المتظاهرين عند بيت السيد عواد العوادي مؤلمة لا تقال لمثل هذا الرجل المحب لوطنه والمخلص لمنهجكم ولمسيرة احترام الإنسان سماحة السيد قائد الإصلاح دام عزك. يرجى منك موقفا واضحا منصفا لابنكم السيد عواد العوادي الذي تم تكليفه من قبلكم شخصيا بمهام عديدة وقام بإنجازها بكل جدارة وأمانة، وتم تكريمه من قبلكم مشكورا. ونجد في هذا التجاوز الذي حصل على السيد عواد العوادي هو تجاوز على كل هذه القبيلة السادة العوادي.